ما حكم من طاف حول الكعبة ولم يأتي بالسعي؟ ماذا عليه في العمرة؟ ما تمت عمرته، لأن العمرة هي الإحرام وهي نية الدخول في النسك الإحرام، ثم الطواف في الكعبة 7 أشواط، ثم السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم الحلق أو التقصير. هذه هي العمرة، لا بد من هذه الأمور، فمن ترك شيئا منها لم تتم عمرته حتى يأتي به.